يوم جديد وصنف جديد. اليوم رح نحكي عن خيار فينومينو، خيار للزراعة الربيعية والتشرونية. نحن اليوم بالغزية بمشروع محمد السوس، مزارع عنده حوالي 40 دنم خيام، بيزرع صنف فينومينو صار له أكثر من 5-6 سنين، وحابين نعمل هذا اللقاء معه حتى نحكي عن هذا الصنف. محمد نحن نرحب فيك. هلا هلا. وننصر ان نجي نحكي معك عن صنف خيار فينومينو. اهلا وسهلا. انت من كبار مزارعين الخيار. أهلا. ومن كبار مزارعين هذا الصنف بالتحديد. هو الافضل صراحة بعد عدة تجارب. انت صار لك اكثر من 5-6 سنين بتزرع هذا الصنف. 100%. انت بتزرعه بالموسمين، موسم الربيعي وموسم التشروني. صحيح. من مميزات هذا الصنف انه بيحمل على الإماية حوالي 4-5 حبات، وبيعمل فرخ قصير. نحن شايلينهم هيدي. صحيح. الفروخ على الواطي بينشالوا، بيعمل فرخ قصير بيختم لحاله. ميزه هذا الصنف انتاجيته العالية، خيارته بال 14-15 سنتي. صحيح. بيع كثير بالسوق، وعنده تحمل للأمراض، عنده تحمل للرمد، لللفحة، وتحمل وسط للشوب، يعني لأنه للسقعة هو بالمرحلة يا ربيعي يا تشريني. صحيح. نحن مجربينه بعدة أوقات، يعني بالتشريني عطشي وبالربيعي دوبل، يعني عن أرقام. هو بده المقصد بده طقس معتدل. صحيح. بده طقس معتدل اللي هو طقس الربيع. أنت مقارنة مع باقي غير أصناف من دون ما نحن نسمي رقم واحد صراحة، مش عم جامل، رقم واحد كثير. صحيح. ممتاز. أنت شو نصيحتك للمزارعين بهذا الصنف؟ أصعد هالخيارة، يعني ما شفت أفضل صراحة، ما شفت أفضل على التحمل وعلى صعيد الإنتاج، فلا بننصح المزارعين فيها الصراحة. أنت صار لك 5-6 سنين عم تزرع هذا الصنف. نعم. ومواكبه أنت بالسنة بتزرع موسم أو موسمين. صحيح. في شيء ملاحظات معينة عن هذا الصنف؟ بالنسبة عن الصنف الفينومينو، يعني خصوصا يعني على طريقه الري، يعني مي ما بحب كثير، يعني بالنسبه لسقعه الخيمه ماكسيمو يعني شيء ربع ساعه لثلث ساعه حتى لو كان مع كيماوي، يعني بالنسبه للسقاية. اما على غير عوامل ما في عنده اي مشكله، يعني متحمل يعني طقس سواء اذا كانت برد او شوب. يعني نحن مثل ما حكينا بداية الحديث انه هذا الصنف بده طقس معتدل. نعم. يعني انت فت فيه من شهر ايلول لشهر تشرين. نعم. الطقس كان شوي، بعد في شوية شو بتحملون. نعم. وكمل. نعم. فيه لكانون. صح. كذلك الامر فت شوي على الساعة كمان بتحمل هالشوية الساعة. صحيح. منتشكر شركة المواد الزراعية على هيك بذر، يعطيهم العافية. نحن بنتشكرك محمد على هذا الوقت، واستفدنا من خبرتك، وان شاء الله نحن وياك لقدام باستمرار وللنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. ما بدنا نعيد ونكرر، بايدك انت القرار، وحدك انت بتقرر فينومينو انك تختار. شركه المواد الزراعيه مقداد لبنان.